يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: لا حياء في الدين. هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، فيما قال صلى الله عليه وسلم فيما قال في المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فالمعنى لا حياء في الدين، لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياء لا يمنع. أما إن كان المراد لا حياء في الدين من كلية، لا هو صحيح. الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. فالحياء الذي يرجع عن المعاصي من الإيمان، الحياء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين، لا حياء يمنع من التعلم والسؤال، هذا صحيح. الحياء لا يمنع في سؤالك عن دينك وإطلاقه في الدين. فالحياء حياءان: حياء يمنع من التفقه في الدين، هذا ممنوع، ليس بحياء. والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي، هذا حياء مطلوب جاء به الدين، كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأعمال الطيبة، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة من الإيمان. فإن الحياة خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر ويحمل على الأفعال الطيبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.